خصائص هذا الشهر عديدة، منها أن الله أضافه إليه، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كما أنه اختص هذا الشهر بأنه من الأشهر الحرم التي قال تعالى فيها منها أربعة الحرم. ومن خصائص هذا الشهر أيضا فضيلة صيامه في جميع أيامه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم. وفيه يوم عاشوراء الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال في بيان فضيلته يكفر السنة التي قبله، وهذا يدل على فضيلة هذا اليوم وأنه مما يرجى به بصيامه تكفير الخطايا لعام منصرم. هذا ما يتعلق بفضائل هذا الشهر من حيث ما خصه الله تعالى به، وربك يخلق ما يشاء ويختار.